البكار ما بين الجعدان ومسافتنا 5 كيلومتر بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واهتمام ومتابعة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي. مرحبا بالجميع، مرحبا بالمشاهدين والمتابعين. ها هو الشوط الأول على أرضية هذا الميدان مخصص للإذاعة البكار المحليات الأصايل. مباشرة نسير مع المقدمة النصيبة على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر خليفة بن سالم بالصقعة، وفي المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياز الهلالي، المركز الثالث الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري الواعي، على المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن زين بن محمد آل نهيان بقيادة مضمر علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي، وفي المركز الخامس مسعفة لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري، وفي المركز السادس الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي، المركز السابع أيضا الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي، المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن الطيارة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي بقيادة المضمر بخيت بن سالم بن عبد الله المسافري، وفي المركز التاسع الشاهينية لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد، وفي المركز العاشر الشاهينية لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى النصيبة، النصيبة منذ البداية وهي منصبة نفسها على مدرج رقم 1 لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة كابتن المضمرين بو سالم متواجد، مشكور يا بو سالم. خليفة بن سالم بالصقعة مضمر بلابل والصويغي متواجد مع النصيبة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية، وفي المركز الثالث أيضا الشاهينية والهنتين لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الرابع، مسعفة على المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي لا يعرف المستحيل في هذا المجال وفي هذا التضمير. نرجع إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع الواعية لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن زين بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي، وفي المركز السادس الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي، وفي المركز السابع الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز الثامن الطيارة على المركز الثامن لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي بقيادة المضمر بخيت بن سالم المسافري، وفي المركز التاسع الشاهينية لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد، وفي المركز العاشر هملولة لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى الإمبراطورية، إمبراطورية هجن العاصمة مؤسسة هجن الرياسة على المقدمة الشاهينية على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي في التضمير وفي التدريب وفي التسيير على مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار، الشعار الملكي يرتدي الظهر الشاهينية، وهنا أيضا مسعفة بهذا الشعار اللون الخطر مر وعبر، شعار مؤسسة هجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم
المنصوري، وفي المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي، والثلاث تقريبا منفردات عن بقية المراكز بقيادة الشاهينية. الشاهينية لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. هنا مسعفة لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز لهذه المؤسسات، مؤسسة هجن العاصمة، مؤسسة هجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، وصلنا واقتربنا من لوحة الإعلان. يلا يا أخوان يا مضمرين، 1200 ما تبقى عن خط النهاية. اللي بيفتح سماعة، اللي بيحرك آلي الاتجاه إلى المنصة الرئيسية وإلى خط النهاية. والشاهينية بدأت تسرع، بدأت تحلق على أجواء ميدان المرموم. يا السلام، بدينا نربط الأحزمة، الاتجاه إلى مدرج رقم 1 بقيادة الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. مسعفة لا زالت خطيرة، لا زالت عينها على المركز الأول، وهي ترتدي الشعار الحمر، شعار هجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل الذي لا يعرف المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. يا سلام، الاتجاه، الاتجاه إلى المنصة الرئيسية. بدت الآن مسعفة تتحرك، تتحرك وتنطلق وتزيد من سرعتها وتخطف المركز الأول، تخطف عدسات الكاميرا معاها، معاها على مدرج رقم 1. ها هي مؤسسة هجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. مساء الخير يا أبو ذياب على هذا الأداء المتميز. سلام يا هجن الرياسة، سلام، أينما تذهبين، أينما ترحلين، ها هي هجن الرياسة، ها هي هجن الرياسة تقترب من خط النهاية. تهانينا لمالك هجن الرياسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيار رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وإلى جماهير هجن الرياسة سلام يا هجن الرياسة، سلام يا بسم على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية، وفي المركز الثالث الشاهينية أيضا لهجن العاصمة، والرابع أيضا الشاهينية لهجن العاصمة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الخامس الشاهينية لهجن ند الشبه. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول مسعفة إلى خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. ها هي مسعفة تصل وتحط الرحال عند خط النهاية في زمن وقدرة 7 دقائق 33 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا اللي قايم على هذه المؤسسة، مؤسسة هجن الرياسة. تهانينا للمضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، والذي وصلت في المركز الثاني الشاهينية 7 دقائق 39 جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر غياث الهلالي، والذي وصلت في المركز الثالث الشاهينية 7 دقائق 39، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر غياث الهلالي، تهانينا للجميع والنمو. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا، متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسينج، أحييكم بأجمل تحية مسائية مع انطلاقة ثاني أشواط مسائي هذا اليوم، الشوط الثاني، وهو الشوط الخاص بالإذاعة البكارة.